نائية بنفسها عن أي مغايرة سياسية أو حسابات انتخابية أو تنافس حزبي. ويتعلق الأمر بالمؤسسات والمراكز التالية: مؤسسة علال الفاسي، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، مؤسسة عرياته، مؤسسة أبي بكر القادري للفكر والثقافة، مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة، مركز محمد بن سعيد أي تيدل للأبحاث والدراسات، مركز محمد بن حسن الغزالي للديمقراطية والتنمية البشرية. لقد عقدت الندوة التمهيدية التي نعقدها اليوم هي في الحقيقة عمل مشترك ما بين 7 مؤسسات فكرية وطنية تمثل توجهات عميقة في المجتمع المغربي وتحمل أسماء الرموز وطنية كبيرة بنت الوطن المغربي كل من موقعه، وانطلقت بفكرة أساسية هي بأن المغرب بحاجة إلى بلورة مشترك يجمع المغاربة حول مجموعة قيم ويهيئ المغرب للألفية الثالثة وعمليين بناء مغرب الغد. إذن هذا العمل ارتأت المؤسسات 7 التي أطلقت أن يتمحور حول الحوار، وبأن المغاربة بحاجة إلى أن يتحاوروا فيما بينهم نساء ورجالا مجتمعا ودولة، وبأن هذا الحوار يجب أن يأخذ كل مداه وأن تغنى الآراء ببعضها البعض وأن نبلور جماعيا تصورنا في العالم الجديد الذي يولد أمامنا ويجب أن نكون فيه من موقع الفاعل والشريك. طبعا هذه الندوة ندوة تمهيدية، بعدها سنفتح سلسلة مناظرات وندوات موضوعاتية تهم مختلف القضايا التي تهم المغرب والشعب المغربي. هذا اليوم هو يوم مهم جدا، لأنه لأول مرة تجتمع عدد من المؤسسات التي تحمل أسماء شخصيات وأعلام كبيرة من أجل العمل سويا لصالح هذا الوطن. وبطبيعة الحال اليوم هي يعني جلسة تمهيدية، ولكن المهم في الأمر هو أنه انطلاق الحوار الذي سيأتي بنتائج مهمة وسيمكن المغرب من التقدم ومن الخروج من المراحل الصعبة التي يعيشها الحياة. وهذا الحوار أظن بأنه ينبغي أن يكون بمثابة شكل من الثقة الجديدة ومن العمل المضني من أجل مستقبل هذا الوطن. أظن بأنه ربما سيكون إن شاء الله إن نجحت هذه المبادرة ستكون مهمة جدا وستخلق شيء آخر، لأنه في كثير من الدول المتقدمة المؤسسات والمجتمع المدني يلعب دور خاص بفضل هذا الحوار الذي يكون ما بين الدولة وهذه المؤسسات إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.